السلام عليكم ورحمة الله، كيداير الإخوان؟ في أمان الله. اليوم بغيت نحكي لكم على فورماسيون ديال لا فيمو، يعني FIMO، فورماسيون إنيسيال مينيمال أوبليغاتواغ، اللي ولات دابا أوبليغاتواغ بالنسبة للشاهينات، ومن بعد 5 سنين 5 سنين كتعاود لا FCO، يعني واحد السيمانة. فورماسيون تاع لا فيمو فيها شهر، وفيها 3 سيمين ديال الثيوريك، 3 اسابيع ديال العمل، يعني في الفهمه والشرح، وسيمانه ديال البراتيك دومين، ديال كيفاش يتعلموكم تسوقوا الشاحنه، تخرج الطريق، يعني كيفاش تسوق وتعلم مزيان. بالنسبه لهاد الفورماسيون الثمن ديالها تقريبا هنا في فرنسا ما بين 1500 1700 اورو تقريبا. وبالنسبه اللي عنده الشوماج، يعني خلاص اللي عنده السوايع ديال الشوماج كيخلصوها له بولومبلوا لاين بيو، هي اللي كتخلص لك هذوك السوايع ديال الخدمه، هما اللي كيخلصوا لك الفورماسيون. ومن 50 50 كتعاود لا اف سي او فيها سيمانه، يعني هي فورماسيون بلا امتحان. بالنسبة للفورماسيون كنقراو فيها كنركزو خصوصا على لا ار اس او، يعني السوايع ديال السوق، السوايع ديال لي روبو، نحترم القانون بزاف، كتهضر على هادو هما اللي تركزو عليهم بزاف، عاد تيوليو عاد تيعطيوك شي اسئلة واحد اخرين. يعني كاين تقريبا واحد بالضبط كاينين 60 سؤال وقيلة، وخصك تجيب. المهم داكشي حتى تعرفوا اللي غيدوز الفورماسيون. بالنسبه للاغيسو، اغيسو يعني لي زور دو كوندويت، اوقات السياقه، عندي 4 سوايع ونص اوبليغاتوار 45 دقيقه، عندي 4 ساعات ونص ديال السوغان 45 دقيقه، يعني ميمكن ليش غادي نبقى سايق 6 سوايع كومبلي ولا 5، كنخرف القانون، يعني نسوق 4 سوايع ونص خصني نحبس 45 دقيقة، عاود نسوق 4 سوايع ونص نحبس عاوتاني 45 دقيقة، هادي مينيموم 45 دقيقة، يعني ديما في لاكارت خصني ندير 46 دقيقة أولا 15 30، يعني 16 31 باش كنفرقها، يعني ما يمكنليش ندير 31 عاد ندير 16 دقيقة، ولا ديما نبدا بالصغيرة. بالنسبة للسويد السوغان، عندك عندنا 7 أيام في الأسبوع، يعني كنحتوي 6 أيام حنا من الاثنين للسبت، يعني عندك 9 ساعة في النهار تقدر تتجاوز هاد 9 ساعة ديال السياقة، متنهضرش على العمل، تقدر تتجاوزها 2 المرات في السيمانة. عندك مثلا خدمت من الاثنين حتى السبت، اليوم صك 9 ساعة، غدا صك 9 ساعة، حتى الخميس وانا كنسوق 9 ساعة 9 ساعة، يعني الجمعة نقدر نسوق 10 سوايع، والسبت نقدر نسوق 10 سوايع، ديما 10 سوايع نقدر نسوقها يومين في السيمانة، يعني 56 ساعة السوق خصها تكون في الأسبوع. وانتبهوا لواحد النقطة، إلا قلت 56 ساعة ديال السوق في السياقة في الأسبوع، يعني الأسبوع الماجي خصني نسوق غير 34 ساعة، يعني ما بين 2 سيمانات خص تكون 90 ساعة السياقة، يعني أنا خدام 2 سيمانات ما نفوتش فيها 90 ساعة السياقة، نقدر ندير هاد السيمانة 40، السيمانة الجاية 50، يعني ديما اللعبة خصني نخلي ما بين سيمانة وسيمانة، يعني ما نفوتش 90 ساعة. بالنسبة هادوما الأسئلة الأكثرية اللي كيحطوك الأسئلة ديال السوق، ديال يعني لي زور دو روبو، ونحترم القانون كيفاش، وتيحطو لك الشاحنة الطوناج، داكشي على حساب الطوناج، عاوتاني على حساب لي زيسيوش، إلا كان فيها 3 زيسيو شحال تقدر تهز من الطون. كنقول كيما شرحت 43 44 طن بالنسبة ل3 زيسيو بلا افيك لا رومورك، مع لا رومورك يعني 44 طن، وبالنسبة اللي عندها 2 زيسيو تتهز 38 طن، بالنسبة لا رومورك يعني عاوتاني خاوية، ديما نحسب الحمولة ونحسب كدشي، خصكم
في الفورماسيون كيفهموا لكم مزيان هذا الشيء، الواحد يركز عليه مزيان ويفهم مزيان قبل ما يدوز الامتحان. وبالنسبه للامتحان تقريبا ما كاينش اللي كيسقط، العلم لله حنا دوزناه. بعدا كاين كاع اللي جابوا الاخطاء ونجحوهم، ما فهمت هذيك فورماسيون غير تيفهموك فيها، ماشي شي امتحان، ماشي بحال البيرمي كدوز الكود وخصك هادي كينجحوا كل شيء، حيت هما الا خسروا شي واحد ولا هادي راه ما عندهمش الربح، يعني كينجح كل شيء تقريبا. انا ما عمري سمعت شي واحد سقط في لافيمو، هادي باش نزيدها لكم في الدماغ، ما عمرش شي واحد سقط في لافيمو يعني معانا، ولا سمعت شي صديق ديالي دوز لافيمو سقطوا مع الناس. ما تقريبا كيكونوا 12 شخص تقريبا، حنا كنقراو ثلاثة السيمانات ديال تيقريونا هذاك الشيء ديال السيكوريتي في الاول، وكيفاش دير السيكوريتي لا رومورك بزاف ديال الاوتي، يقريونا على لا دي بلو هذا البرودوي اللي ولا جديد اللي كينقسم التلوث البيئه، وبزاف ديال الحوايج كيفهموا لنا. واللي بغى شي حاجه ان شاء الله راه عندي واحد السيت هذا غادي فيه دوك الاسئله، اللي بغى داك السيت ان شاء الله نصيفطو له، مرحبا يقرا دوك الاسئله. وهذوك الاسئله تقريبا هما اللي كيحطوا، انا بالنسبه لي بقيت نقرا دوك الاسئله الى ان شاء الله نقلب حتى على هذا السيت راه كاين، وغادي نقول لكم باش حتى اللي بغى يراجع فيه اللي بغى يراجع ان شاء الله. ونتمنوا التوفيق للجميع، اللي دوز لافيمو الله يسهل عليه، اللي مازال الله يسهل عليه، اللي كاين في فرنسا الله يسهل عليه، اللي مازال ما جاش لفرنسا الله يسهل عليه، ولا الله يوصلوا داك الشيء اللي بغى. ونتمنوا من الله الخير للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.